نروح بقى معاكم دلوقتي لفقرة السوشيال ميديا، واللي دايما طبعا بنبدأها بلعيبة النادي الأهلي، ونبتديها بأيمن أشرف اللي نشر على تويتر صورته وكتب عليها مدام القادم في يد الله فالحمد لله كثيرا. كمان عمرو بركات نشر على الانستجرام صورة لي من التدريبات وكتب سيفتح الله بابا كنت تظنه من شدة اليأس لم يخلق بمفتاح. وائل رياض المدرب في الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي نشر على انستغرام صورته وهو صغير في المدرسه وعلق عليها وقال صورتي من على الجبهه وانا وطني في ذكرى حرب اكتوبر المجيده، كل سنه ومصر طيبه. كمان محمد ناجي جده لاعب الجونه كتب على تويتر بفضل الله وفضل دعواتكم عدى اصعب يومين عليا بعد العمليه، الحمد لله شكرا كل اصحابي على دعواتكم الصادقه ورسائلكم الطيبه. وده طبعا بعد ما تعرض للاصابه في الوجه في مباراه فريقه قصاد الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز. نروح بقى لمحترفينا في الخارج، وهنبتدي مع محمود حسن تريزيجيه اللي نشر صوره ليه من مباراه فريقه قاسم باشا التركي اللي احرز فيها هدف وصنع هدفين يوم الجمعه اللي فاتت، وكتب عليها تذكر الايام اللي صليت فيها لاشياء لديك حاليا الحمد لله. كمان عمرو ورده لاعب باوك اليوناني نشر صوره ليه على الانستجرام وكتب لن اتوقف. عالميا بقى نروح لكريستيانو رونالدو اللي نشر على الانستغرام صوره من مباراه يوفنتوس امبارح مع اورينيزي واللي فاز فيها اليوفي 2-0 في الدوري الايطالي وعلق عليها وقال نستمر على هذا المستوى معا. كمان ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد كتب على تويتر اعتقاد هائل من جميع اللاعبين لاعاده المباراه، نحن نواصل العمل معا. وده طبعا بعد فوز المان يونايتد على نيوكاسل 3-2 في البريمير ليج امبارح. كمان تياجو الكنتارا لاعب بايرن ميونخ الالماني على الفيسبوك حط صوره وكتب في الاوقات الجيده والسيئه نحن نعمل معا. كمان برغم فوز مانشستر يونايتد بعد ما كانوا خسرانين في بدايه المباراه نشرت صفحه في الجول على الانستغرام صوره لزين الدين زيدان وهو مطلع كارت احمر لمورينيو وكتبوا اقتربت. كمان كتب اسكو لاعب ريال مدريد على تويتر بعد خسارة ريال مدريد امبارح 1-0 في الليجا وقال ثقة مطلقة في فريقي. نرجع مع فقرة السوشيال ميديا، وتعليقا على خسارة ريال مدريد نشرت صفحة بلاتشر فوتبول على تويتر صورة ساخرة للثلاثي بيلو وبنزيما وماريانو عشان توقفهم طبعا عن التهديف وعلقوا عليها وقالوا مش شغالين. كمان نشر نيمار لاعب باريس سان جيرمان على الانستغرام صوره لابنه مع كيليان مبابي زميله في الفريق وكتب ابني وقدوته الجديده. اخيرا بقى نشرت صفحه بلاتشر فوتبول على الفيسبوك فيديو لواحد بينطط الكوره في الفضاء، تعالوا نشوف الفيديو ده.